عاوز نركز على فكرة الطوفان، إنه يعني عاوزك تجاوب الهدف ليه الطوفان، إنه الله قرر الطوفان والوسيلة إنه يهلك الأرض من خلال الطوفان. إنه الرب قال إن كل هذا الجيل اللي الرافض للرب واللي بيكون أجيال رافضة للرب لازم هذا الجيل ينتهي، فالطوفان كان عقوبة لتصفية هذا الجيل، لكنه ما قضاش على الشر، لأن في شر حصل بعد الطوفان ولازال الشر حاصل لحد دلوقتي، لحد ما يجي الرب يسوع وتكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. بناء الفلك طبعا هندسيا يعني شيء ضخم جدا، أعطينا شوية فكرة عن إنه كيف ممكن يصنعوا هذا الفلك. إحنا عندنا انطباع إن الإنسان الأولي ده كان بدائي عايش بس ماشي بعصاية كده، ده فكر خاطئ تماماً، لأنه الإنسان الأول كان مصنوع على صورة الله وشبهه، وكان على أعلى مستوى من الذكاء ومن الحكمة، فالإنسان الأول كان متقدم جداً، كان يقدر يبني الفلك اللي إحنا هنشوفه وهندرسه بالتفصيل.